مجددا بمجتمعي التصنيف الحاضر الرسمية والرئاسية الفارطة بين يدي الخطب الكارثي الصاخ. أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في غزة أن القطاع منطقة منكوبة إنسانيا، مرفقا إعلانه التصنيفي ما سماه النداء الأخير لأحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية للتحرك العاجل لإنقاذه. رئيس التجمع أحمد الكرد اتخذ سانحة المؤتمر الصحفي المنعقد من أجل الإعلان منبر كشف عن إطلاق حملة وضع لها هاشتاغ أنقذوا غزة، مقدما الحملة في سياق محاولة إنقاذ الوضع الكارثي الذي وصل إلى الانهيار أو الانفجار في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والعمل على تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المنكوب وتوفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد عن مليوني محاصر في قطاع غزة. وعزز تجمع إعلانه وتوصيفه عبر منصة مؤتمره الصحفي بإطلاق ما عده النداء الأخير والصرخة المدوية في وجه كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة، مهيبا بغيور العالم إلى التحرك العاجل دون أي تأخير أو مماطلة لرفع مس الضر. ودعت كلمة رئيس التجمع في قطاع غزة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التحرك العاجل لاحتواء معاناة سكان القطاع والعمل على رفع الإجراءات العقابية بشكل عاجل. كسر حصار الاحتلال وفتح معبر ذوي القربى وبسط يد العون واضطلاع وسائل الإعلام بدورها المطلوب في تغطية ونقل معاناة قطاع غزة إلى العالم وإبراز الوضع الكارثي فيها واضطلاع وسائل الإعلام بدورها المطلوب في تغطية ونقل معاناة قطاع غزة إلى العالم وإبراز الوضع الكارثي فيها. رسائل أسجاها أحمد الكرد ضمن حديث استنهاضه. لغة الأرقام والمعطيات كان لها حضورها في كلمة تجمع المؤسسات الخيرية في غزة الذي بيّن أن نسبة الفقر في القطاع وصلت إلى 80%، منها 65 تحت خط الفقر المدقع، مضيفا أن 3/4 الأهالي يحتاجون للمساعدات الإغاثية العاجلة، على حين قدر نسبة البطالة بنحو 50%. وعلى مستوى الوضع الصحي أشار الكرد إلى نفاد ما يقرب من 230 صنفا من الأدوية وتعطل مئات الأجهزة الطبية المهمة بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال قطع غيار الصيانة. غزة منطقة